بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، وبداية كل سنة وانتم طيبين بالنسبة للعام الهجري الجديد. ربنا يجعله عام سعيد عليكم وعلى جميع المسلمين، ويكون فتحة خير، وربنا سبحانه وتعالى يجعله كده عام بعيد عن الأحزان والمشاكل والهموم والكورونا. ونستهل المحاضرة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالحديث بيلفتنا لمعنى من معاني الإسلام، معنى عظيم اللي هو حسن الخلق. فالإسلام يشمل عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. الحديث بيلفت النظر إلى أهمية المعاملات، وإن الواحد لا يظلم ولا يأذي أحد من خلق الله بلسانه أو بيده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة بمعناها الأول الانتقال من مكة إلى المدينة، انتهى، لأن مكة أصبحت دار إسلام. لكن ممكن الهجرة تكون في بلد الإنسان لا يأمن على دينه، زي بلاد الشيوعية التي تحارب المسلمين مثلا، أو تبقى معنى الهجرة اللي هو هجرة الحال من التقصير إلى الوفاء، ومن الأخطاء والمعاصي، وكلنا أخطاء وذنوب، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نحاول يا جماعة، نحاول إن إحنا نقفل الصوت اللي عنده صوت، عنده دوشة. فده معنى الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عندنا النهاردة إن شاء الله المحاضرة الأخيرة في محاضرات اللوبس، وهي محاضرة مهمة، وهي Life Threatening Complication of Systemic Lupus Erythematosus. لو سألت سؤال كده، يعني إيه Medical Emergency؟ ما معنى Medical Emergency؟ يعني Life Threatening Condition ومحتاج ICU. نعتبر معنى صحيح، لكن هو بس مش بتهدد الحياة، ممكن لو بتهدد أورجان، لو المريض هيفقد أورجان زي مثلا الكيدني، زي الشيست، هيدخل في loss of function of the brain، يبقى حاجة تهدد أورجان أو تهدد حياة المريض، فده يعتبر emergency ولازم نتعامل معه medical emergency. Systemic lupus erythematosus is a chronic autoimmune disease زي ما احنا عارفين، characterized by activation of immune system leading to formation of autoantibodies and multi-organ damage. الحقيقة في السنوات العشر الأخيرة حصل تقدم كبير في علاج اللوبس، وفي significant improvement in the long-term survival. But mortality is still higher than the general population. لو تفتكروا أنا قلت لكم فيه أربع أسباب مهمة للوفاة: سببين في السنوات الأولى من المرض أو الخمس سنين، وسببين later on بعد الخمس سنين الأولين. مين يقول لي السببين اللي بيموتوا العيانين في البدري في أول خمس عشر سنين؟ Disease activity. Disease activity. Bravo. Infection. والinfection. الله يفتح عليك. طب حد غيركم يقول لي السببين الأخرى بقى الليتر اون اللي بيجوا بعد كده؟ كارديوفاسكولار وايه كمان؟ وماليجنانسي. برافو. ممكن يدخل أسباب أخرى، لكن دول أهم أربع أسباب يؤدوا إلى الوفاة في مرضى السيستميك لوبس أو الأوتوميون ديسيز عموما. نعرف الإمرجنسي تعريف دقيق: is in medicine is any medical problem causes organ or life threatening
Severe lupus flare is an emergency that needs attention in the ER department. ودي أسباب الوفاة اللي تكلمنا عنها. الحقيقة الموضوع أنا لقيته كبير قوي. إحنا خدنا يعني جزء منه يعني في CNS نيوروسايكاتريك. إحنا تكلمنا على الإمرجنسي وإحنا بنعرضها. فالحاجات دي مش هعيدها تاني عشان بس المحاضرة كانت هتبقى طويلة قوي. مين يقول لي الإمرجنسي كده في النيوروسايكاتريك مانيفستيشن اللي قلنا عليها الحاجات اللي بتيجي ديفيوز وبتعمل مشكلة كبيرة؟ تقولوا لي بعض أسماء كده ثلاث أربع أمراض من اللي قلناهم. ها ما تزعلونيش بقى، لا احنا لسه المحاضرة اللي فاتت. برافو، ترانسفيرس مايلايتس. ها سيبتك منانجايتس. ايه سيبتك منانجايتس، برافو. والأكيوت كونفوجنال ستيت. أكيوت سايكوزس، برافو. الفاسكولايتس و سي ان اس فاسكولايتس. وايه كمان؟ انكزايتي ديس اوردر، مود ديس اوردر، انكزايتي ديس اوردر. في حاجه كمان ممكن تيجي برضو بشكل عنيف وتبقى ستيتس، بنسميها ايه؟ الستيتس ابيليبتيكس. وفيه نوع كده من الصداع قلنا عليه ممكن يستدعي يعني علاج قوي، اللوبس هيديك. اللوبس هيديك. فارجعوا لمحاضرة النيوروسايكاتريك عشان هي كتير فيها إمرجنسي، كل الحاجات اللي بتيجي ديفيوز كلها تقريبا تعتبر إمرجنسي. طيب في محاضرة الكيدني اتكلمنا على نوع من الكيدني بروبلم بتيجي از إمرجنسي نتعامل معها بقوة. أقوى نوع بيجي في الـ الكلى، اصابه في الكلى كان اسمه ايه؟ برافو. انا ما بتظهرش عندي الاسماء بس تقريبا دي الدكتوره فاتن. اي دكتور مع حضرتك. يا مرحبا دكتوره فاتن. الصوت بس، انما ما اعرفش النهارده الجهاز كله لخبط معايا كده، ما الاعدادات كلها متلخبطه. طب نعرف الرابيدلي بروجريسيف كده بسرعه. لو بيبقى فيه إليفيتد سيرم كرياتين بيحصل له دبلينج وزن 2 ويكس. وزن دايز الى ويكس، برافو. ودي تستدعي تدخل. وعاده بتبقى ستيج كام؟ بتحصل في ستيج كام؟ ستيج 4. 3 اور 4 ممكن يحصل مع 3 اور 4. فدي برضو اتكلمنا عليها بالتفصيل وعلاجها في محاضرة السيستميك لوبس. اتكلمنا في الانتفوسفوليبيد سندروم على الكاتاستروفيك انتفوسفوليبيد واتكلمنا فيها بالتفصيل. فالحاجات دي طبعا يعني كل موضوع لوحده ممكن يحتاج محاضرة، فاحنا هندخل بقى في الموضوعات اللي احنا ما غطيناهاش. فنكمل مع بعض كده علشان في موضوعات مهمة برضو النهاردة هنستعرضها ان شاء الله في موضوع الاسكيميا، موضوع الهيماتولوجيكال بروبلمز، والتشيست والكاردياك امرجنسي. ودي موضوعات في غايه الاهميه. وطبعا ديت التقسيمه الاخيره بتاعت اللوبس، و الاي ان ار فيها مانداتوري. دي البور بروجنوستيك فاكتور، برضو نستعرضها تاني خصوصا مع الامرجنسي، لان دول اللي نتوقع معاهم حدوث الامرجنسي اكتر من غيرهم. الميل 6، اليانج ايج، البلاك ريس، لو سوشيو ايكونوميك ستاتس، هاي ديزيز اكتيفيتي ات بيز لاين، رينال ديزيز مع هايبرتنشن. لان الرينال يعني هتعمل لنا كمان مشاكل بقى في الضغط، وهتعمل لنا مشاكل ميتابوليك، فهتجمع مرض الى مرض، يعني مرض مركب. Presence of antiphospholipid antibodies، لأن طبعاً هنا حيدخل معنا الهايبركوأجولابيليتي بقوة. High double stranded DNA and low C3 و C4. فدي البور بروجنوستيك فاكتور، ودي مهمة معنا. نفتكر برضو التقسيمة بتاعة 2019 اللي فيها mild, moderate و severe. ونفتكر التارجت، احنا قلنا يا إما نوصل للcomplete remission، وده حلم بعيد المنال في اللوبس، لكن
على الأقل إن إحنا نوصل للو ديسيز أكتيفيتي. نركز على السيفير لأن النهاردة كل كلامنا على السيفير وعلى الإمرجنسي. السيفير ديسيز أكتيفيتي أورجن أور لايف ثريتنينج كونديشن، نفرايتس، سيربرايتس، مايلايتس، نيومونايتس، فاسكولايتس، لو بليتلت أقل من 20,000، تي تي بي، ماس، and SLE disease activity index more than 12. The treatment of severe activity in general يعني ده في الريكومنديشن بتاعت 2019. طبعا الهيدروكسيكلوروكين بيز لاين، اي في ميثايل بريدنيزولون بالس from 250 الى 500 per day for 3 days then هاي اورال، والهاي اورال يعني من 30 ل 40. وبعدين ننزل بالكورتيكوسترويد لغايه لما نوصل لاقل من 7.5 ملي جرام في خلال 3 الى 6 شهور. السايكلوفوسامايد از بريفيرد ان سيفير نيومونايتس، برونكوالفولار هيموريج، سيريبرال فاسكولايتس، مايلايتس، اند رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونفرايتس، وده الفيرست لاين. واحيانا يعني احنا بنقول انه الريجيمين ممكن يجيب نفس الكواليتي بتاع الهاي ريجيمين، لكن لو عندي بور بروجنوستيك فاكتور واجريسيف كونديشن ممكن ما زلنا بعض الحالات ندخل بالايه الهاي دوز الهاي ريجيمين. الاي في اي جي الدوز بتاعته 2 جرام بير دي توتال دوز، بنقسمهم على 5 ايام او نقول 0.4 ام جي بير 0.4 جرام بير دي لمدة 5 أيام. ده بيشتغل في السيفير اميون هيموليتيك انيميا او ثرومبوسيتوبينيا، ويشتغل كمان في النيومونايتس لو انا شاكك في انفكشن. الريتوكسيماب بيشتغل في الريفراكتوري كيسز اميون سيتوبينيا او سيفير لانج ديسيز. المينتنانس ثيرابي عندنا هيدروكسيكلوروكين، بريدنيزولون، ازاسوبرين، مايكوفينوليت، سايكلوسبورين اور بليميوماب. طيب هناخد حاله ونطبق عليها، يعني في كل ما اتكلم على موضوع هبداه بحاله. الحاله دي الحقيقه من الانترنت دي، لكن بقيه الحالات كان من شغلنا في المستشفى. الحاله دي 18 years old female complaining of intermittent claudication followed by continuous pain and discoloration of her left big toe last 2 weeks. طيب ايه هو الكلوديكيشن؟ زي ما دكتورة مروة شرحت لكم المحاضرة اللي فاتت، ايه معنى كلوديكيشن؟ ايه يا جماعة في مشكلة في الصوت؟ في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ أيوة يا دكتور الصوت بيقطع. سبازم يا دكتور. والله أنا قاعد جنب الراوتر، بس هو أنا عندي مشكلة في في الإنترنت وكنت هلغي المحاضرة، بس قلت بقى إن شاء الله تستنى. السلام عليكم دكتور أحمد. لا هو حضرتك واضح هو صوت فاتن، هو اللي مقطع، النت عندك أنت يا فاتن مش عند دكتور أحمد. طيب كويس، مرحب بيك يا دكتورة مروة. أهلا أهلا بحضرتك، أهلا بيك. احنا كنا لسه في سيره حضرتك الكلوديكيشن يا شباب، انتوا يعني انا سامعه من الدكتوره مره بالتفصيل المره اللي فاتت. كلمه كلوديكيشن يعني ايه؟ يعني سبازم. وات سبازم يا دكتور؟ بيحصل نتيجه فاسكولار او نيوروجينيك؟ لا مش شرط سبازم، يعني هو الكلوديكيشن ده بين اسكيميك بين. اسكيميك بين بيظهر مع الحركه مع المجهود، فلما المريض لو حصل في اللور ليمب يظهر مع المشي، المريض يمشي شويه وبعدين يقف يتعب من الاسكيميا من البين ده، بين ديورينج موفمنت، او مثلا بيمضغ على الفك زي الحاله اللي عرضتها الدكتوره مروه، فبيتالم مع المضغ لدرجه انه يوقف الاكل من كتر الالم، فده بيجي intermittent بين مع المجهود.
وبعد كده يبقى كونتينوس. معنى كونتينوس انه ده سيفير اسكيميا حصل، ممكن يحصل كلوجن بقى في الفيسل فيدخل فيه كونتينوس بين، ولا قدر الله لو المساله ما اتعالجتش يدخل فيه جانجرين. 2 months prior she had photosensitivity rash arthralgia positive anti-nuclear anti-double-stranded low C3C4 وتشخصت انها لوبس وبدأت علاج. No history of smoking or alcohol. ليه أنا بسأل على smoking والالكحول في الحالة دي؟ يا جماعة أنتوا معايا ولا أنا بشك في النت ولا بشك فيه كنتوا ولا إيه؟ عشان السموكينج يا دكتور بيعمل أثيروسكليروزيس وبيدوس الأكتيفيتي. برافو، يبقى أنا بستبعد أسباب أخرى تكون هي اللي عاملة الإسكيميا. ما هو الألكحول والسموكينج بيعملوا إسكيميا، فأنا أستبعد الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الإسكيميا. She was diagnosed as having SLE, started therapy, low dose steroid and hydroxychloroquine. ده قبل الأتاك الأخيرة دي. طيب إيه رأيكم في الشكوى دي؟ نشخصها إنها إيه؟ وإيه الانفستيجيشن اللي هكملها بعد كده؟ الشكوى الجديدة بتاعت الكلوديكيشن وبقى كونتينوس بين وديسكالوريشن في البيك تو، ده أفسره أقول ده إيه اللي حصل؟ فاسكولايت أندرسوليت. نقول الأول نقول إن دي سكيميا، نقول سكيميا وبعدين ندور على سبب. يبقى احنا عندي اسكيميا وانا ادور على سبب الاسكيميا. ايه الانفستيجيشن اللي اطلبها عشان اشوف هل هي هايبر كوجولابيليتي، هل هي فاسكولايتس؟ يبقى انا اعمل ايه بقى؟ ايه الانفستيجيشن اللي ادخل بيها؟ اوريكم الاول الاي اس ار ماشي. يبقى انا بدي اشوف الديزيز اكتف ولا لا. كويس، ايه تاني؟ علشان في دكتوره اتكلمت على الانتي فوسفوليبيد، علشان اشوف هل في معايا انتي فوسفوليبيد اطلب الايه الانتي فوسفوليبيد انتي بودز. تمام، ايه كمان بقى مهم قوي في الحاله دي لازم اعمله؟ ايه السبيسيفيك انفستيجيشن اللي اعملها؟ دوبلر الدوبلر برافو، او الايه السي تي انجيو. يبقى دول الخط الايه اللي هدخل بيه. انا دلوقتي في حاله اسكيميا، يبقى انا الاول في جنرال انفستيجيشن اشوف ديزيز اكتيفيتي معاها انتي فوسفوليبيد سندروم ولا لا، وادخل بقى في السبيسيفيك انفستيجيشن. طيب لوكال اكزامينشن اوف هير ليفت تو شود بلاك ديسكالوريشن low pulsation, localized tenderness and decreased sensation. Lab results showed C-reactive protein 16 عالي, D-dimer 4.28 and antiphospholipid antibodies negative. يبقى أنا استبعدنا الhypercoagulability لكن معانا disease activity. Computed tomography angiogram showed near total occlusion of the popliteal artery. Critical limb ischemia was confirmed. يبقى ده التشخيص ان عندي critical limb ischemia. هو هنا ما هوش قافل تماما والا كان دخلت في جانجرين. يبقى ده ما قبل الجانجرين اللي هو critical limb ischemia. هنشوف المنظر معانا، ده منظر البيج 2 وده منظر الانجيوجرام. السي تي انجيو showed near total occlusion of the popliteal artery. طيب ايه رايكم في التريتمنت؟ العانه دي تاخد ايه؟ هل دي تاخد ميديكال بس ولا تحتاج ميديكال وسيرجيكال؟ وايه السيرجيكال اللي ممكن يتعمل؟ هو ما فيش ترومبس قافله لكن في سب توتال اوكلوجن، يبقى اضيق الدرجة كبيرة جدا. ها ايه الميديكال طيب الاول اللي احنا لنا خبرة فيه؟ هتاخد كورتيكوستيرويد هاي دوس وهتاخد انتيكوآجولانت.
برافو، يبقى عندي مهم قوي الانتي كواجلانت، مهم قوي الكورتيكوسترويد، ومهم قوي ان انا ادي اميون موديليشن علشان اظبط الاكتيفيتي اللي موجوده عندي. طيب الجراحه انا هستدعي الفاسكولار سيرجري، بس تتوقعوا انه هيعمل ايه في الحاله دي؟ اعتقد هيعمل له باي باس. باي باس سمباثيكتومي يا دكتور؟ لا، في حاجه الاول يعني بيعملوها يعني يقدر ان هو يوسع بيها الارتري، لو هو ستينوزس بيعملوا محاوله كده، والبيبر دي يعني عملوا المحاوله دي، ها بيدخلوا بحاجه كده بالون دايلاتيشن. ايوه بالونينج، برافو. فهم هو دخل بالبالونينج وعمل فعلا بالونينج ثيرابيوتيك انتي كواجولانت اند انتي بايوتيك مالتيبل بلين اولد بالون انجيوبلاستي دايلاتيشن. دي المانوفر يعني اسمها الصحيح مالتيبل بلين اولد بالون انجيوبلاستي دايلاتيشن بروسيدر، هاي اورال كورتيكوسترويد اند ريتوكسيماب، مينتيننس اون ام ام اف هيدروكسيكلوروكين and withdrawal of corticosteroid. البيبر بعد فترة قال إنه هو بدأ بالأنتيكواجلانت ومشى على الورفارين، بعد فترة مش متذكر يعني 3 أو 6 شهور وقف الورفارين ومشى على أنتي بليتلت على أسبرين وبدأ يسحب الكورتيكوستيرويد، والحالة تحسنت معاه وما احتاجش، ما دخلتش في أمبيوتيشن وما دخلتش في جانجرين والحالة اتحسنت. ده هيدخلنا فيه يعني شكل آخر من أشكال الإسكيميا، يبقى ده بريفرال إسكيميا، حاجة حصلت في الليم وقلنا ده الليم كلوديكيشن. طيب الأبدومينال كلوديكيشن بيظهر إزاي؟ إيه الكرونيك إسكيميا؟ شكل الكرونيك إسكيميا اللي يجي في الأبدومين؟ بوست برانديال أنجينا البين في الأبدومين. برافو، يعني المجهود اللي بيحصل في الأطراف، إن واحد بيمشي، واحد بيستعمل إيديه، واحد بيستعمل الفك، فده كل ده يعمل بين. إنما البطن بنستعملها في إيه؟ بنستعملها في الأكل. فدايماً الكورونيك إسكيميك بين يظهر بوست برانديا. برافو عليكي دكتورة إسلام. أيوة دكتور. أيوة دكتور. أنا بدأت أتميز الأصوات شوية، متظهرش عندي الأسماء. فدي الكورونيك إسكيميا، بس مش هي موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة الأكيوت إسكيميا، أكيوت ميزنتريك أوكلوجن، بتيجي في شكل أكيوت سيفير كوليكي ميد أبدومينال بين أسوشيتد ويز فيفر دياريا أند فوميتينج ليتر أون ويل كوز سيبسيز أند سيبتيك شوك. لو حصل أوكلوجن أوف ذا ميزنتريك أرتري أو حتى لو ميزنتريك فيسلز، ممكن يعني فاسكولار سوري فينوس اوكلوجن برضه بيأثر على الارتري، يعني اجريسيف فينوس اوكلوجن هيؤدي الى ارتيريال اسكيميا برضه، يبقى يا اما ارتيريال او فينوس اسكيميا، الاثنين مع الوقت ممكن يدخلوا في سيبسيز وسيبتيك شوك. سولن لاير اوف ذا باول مي بي present on abdominal ultrasound، هنعمل CT with contrast. عشان هناخد موضوعات كتير النهاردة، هندخل على طول في management: surgical resection of the dead bowel, anticoagulation with low dose aspirin, methyl prednisolone pulse followed by high dose prednisolone, immunosuppression for active vasculitis, and if there is antiphospholipid antibodies, continue anticoagulation for life. يبقى احنا عرضنا كده حالتين من اللي احنا بنشوفهم في الطوارئ، وانا يعني تعرضت عليا كم حاله، بس الحقيقه ما كنتش مسجل الحالات، فانا جبت لكم حاله من على النت كنموذج ان احنا ناخده في البريفرال اسكيميا، ولازم المرضى بتوع اللوبس او الفاسكولايتس او الانتي فوسفوليبيد لازم نتوقع معهم اسكيميا، اما بريفرال اسكيميا او ابدومينال اسكيميا او برين اسكيميا زي ما اتكلمنا في النيو سايكاتريك مانيفستيشن. في اي سؤال في النقطه دي يا جماعه قبل ما انقل
من موضوع الاسكيميا acute ischemia. في حاجة غامضة في موضوع الاسكيميا؟ لو سمحت يا دكتور. اتفضل. كان ممكن لو مش متاح مثلا الريتوكسيماب ممكن اعمل مثلا ادي بس استيرويد مع سيكلوفوسامين بالنسبه للي عندها ديجيتال اسكيميا. طبعا السيكلوفوسامين مهم، لكن الريتوكسيماب يعني يفضل لو انا معايا سيكندري باسكولايتس، يعني هو بيجيب في الباسكولايتس نتائج هايله زيه زي السيكلوفوسامين، لكن ما زال السيكلوفوسامين له احترامه، وفي مناطق كتير مش متوفر فيها الريتوكسيماب، فالسايكلوفوسامايد بالعكس بيجيب نتيجة قوية وفعالة. تمام يا دكتور، شكرا. تمام. طيب احنا ننقل على الأكيوت شورتنس أوف بريس. الأكيوت شورتنس أوف بريس في عيان أو عيانة لوبس، نتوقع إيه الأمراض المهمة اللي أنا أحطها في دماغي والعيان جاي في الطوارئ بشورتنس اوف بريس وانا عارف ان هو لوبس او المريضه لوبس؟ بالمونري امبوليزم. برافو، اول حاجه بالمونري امبوليزم لازم احطه. ايه كمان؟ اكيوت لوبس نيومونايتس. اكيوت لوبس نيومونايتس، برافو. ايه كمان؟ بالمونري اديما. بالمونري اديما او يعني اكيوت هارت فيلير يعني، ماشي. ها بلورال هيموريج، برافو. البالمونري إديما تقصدي نتيجة الهايبرتنشن، يعني من الهايبرتنشن أو من الرينال، يعني فوليوم أوفرلود. فوليوم أوفرلود، برافو، ماشي. وكاردياك بروبلم، يعني المشكلة ممكن تيجي من الهارت، ممكن تيجي من الكدني، ممكن تيجي من اللنج، وممكن تيجي من الفيسلز بالمونري إمبوليزم، وممكن تيجي من حاجه مهمه ما حدش قالها، اهم حاجه احطها في بالي. الانفكشن، برافو. دي من اسباب الوفاه، رقم واحد في اسباب الوفاه في مرضى اللوبس هو الانفكشن، فلازم احطه في بالي. يبقى دي مجموعه الحاجات هناخدهم بالترتيب كده على حسب اهميتهم. لازم احط البلمونري امبوليزم رقم واحد. Pulmonary embolism is more common in SLE, especially with antiphospholipid syndrome. عندي المشاكل يعني أدور عليها وأسأل عليها وألاحظها على العيان. Dyspnea is the most frequent symptom. Tachypnea is the most frequent sign. يبقى dyspnea كسيمتوم وتachypnea كساين. التاكيكارديا، الفيفر، كوف، تشيست بين، اند هيموبتسيس. ودي من الحاجات اللي انا في يعني بدايه كده بدات اتعلم البلمونري امبوليزم كنت استغرب ازاي هو بلمونري امبوليزم وازاي يجي بهيموريج. فطبعا المشكله انه احيانا قفله الفيسل تعمله ربشر، يعني بيبقى ربشر في بعض الفيسلز فتدخل فيه هيموبتسيس، وعلاجه برضو أنتي كواجوليشن أو ثرومبولايسيس لو أنا احتكت. المسف بالمونري إمبوليزم بيجي بيه بيرزيستنت هايبوتنشن. يبقى اللي يفرق من المسف بالمونري إمبوليزم عن البالمونري إمبوليزم العادي هو إنه البلاد بريشر بيقع، العيان بيبقى شوكت. بيرزيستنت هايبوتنشن، سيفير هايبوكسيميا، سيانوزيس أند سينكو. طيب ايه اللي يفرق بالنسبه ان انا اقول بالمونري امبوليزم عادي واقول ان ده مسيت بالمونري امبوليزم؟ هتفرق معايا ايه؟ ها الناس اللي شغالين بقى ايه بينزلوا الطوارئ او بياخدوا مناوبات في الاي سي يو او بيحتكوا بحالات امرجنسي، يفرق معايا ايه ان انا اقول مسيت بالمونري امبوليزم؟ في التريتمنت هيفرق ايه؟ الفلويد يعني؟ طب هو علاج البلمونري امبوليزم ايه؟ علاجه الاساسي ايه؟ رقم واحد انتيكواجلانت. انتيكواجلانت، برافو.
الماس بالمونري امبوليزم بقى هدي له حاجه تانيه غير الانتيكواجولانت. هدي له ايه؟ هدي له ثرومبوليتك سيرب. ماس بالمونري امبوليزم فيه شوك للعيان، فيه هايبوتنشن، لازم ادخل بثرومبوليتك سيرابي، لازم افك الايه الازمه اللي موجوده دي. وانا عرضت لكم قبل كده حاله خالد اللي هو عرضتها في الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد سندروم، كان عنده بايلاترال بالمونري امبوليزم وشوكد، وقلت لكم ان احنا ادينا له ثرومبوليتك سيرابي، دوبنا الجلطه الاول وبعدين مشيناه بعد كده على انتي كوجلان. يبقى العيان لما يكون شوكد ما ينفعش ان انا ادي انتي كوجلان، ما هو كافي، لابد ان احنا نبدا الاول ثرومبوليتك سيرابي زيه زي مايوكارديال اكيوت مايوكارديال انفاركشن. اكيوت مايوكارديال انفاركشن ثبت خلاص انه مايوكارديال انفاركشن في فيسل مقفول، لابد ان انا افتحه، ادي له الاول ثرومبوليتك وبعد كده ابقى ماشيه على الانتي كوجلان. ده الفرق بين الاثنين. طبعا عندي كرايتيريا اسمها موديفايد ويلز كرايتيريا، دي يعني مقبوله عالميا، ان انا من خلالها بعرف اذا كان المريض ده يعني هاي بروبابيليتي اوف بالمونري امبوليزم ولا لو بروبابيليتي، من خلال انه الكلينيكال ساينز اند سيمبتومز اوف دي في تي في اللور ليمب ياخد 3، الترناتيف دايجنوزيس ليس لايكلي ما يكونش في سبب اخر ده ياخد 3، هارت ريت 100 فيما فوق ياخد 1.5، الايموبيلايزيشن يا اكتر من 3 ايام او جراحه اكتر من 4 ساعات ياخد 1.5، يعني عندي سبب يستدعي. بريفيوس هيستوري اوف دي في تي او بالمونري امبوليزم ياخد 1.5، هيموبتسيس او اكيوت كانسر ياخد 1، اقل من 2 يبقى لو ريسك، من 2 ل 6 مودريت، اكتر من 6 يبقى هاي ريسك بروبابيليتي. الهاي ريسك دول بنتعامل معاهم حتى على مستوى الكلينيكال، يعني ممكن لو انا مش متاح عندي سي تي او مش متاح حتى ان انا اعمل له الترا ساوند على الهارت ايكو يعني واشوف الرايت سايد دايلاتيشن، ممكن ابدا علاج على الكلينيكال. انا حصلت معايا حاله كانت معانا في الاي سي يو، المريضه دي خدت ثرومبوليتك سيرابي على الكلينيكال، العيانة وهي في سريرها دخلت في شورتنس اوف بريس ودخلت في شوك فجأة، وما كانش قدامنا تفسير اخر للي حصل ده غير البالمونري امبوليزم، وديناها ثرومبوليتك سيرابي في الحال، عملنا ميتنج واتفقنا، كانت خارجة من ولادة، كان عندها سبب يعني يستدعي انها تدخل، كانت سيستميك لوبس وخارجه من ولاده، فعندها اكتر من سبب يدخلها بالمونري امبوليزم، واتفقنا ان احنا ندي ثرومبوليتك سيرابي. يعني اذكر اكتر من حاله، يعني حاله ثانيه كان جه في الطوارئ وكان عنده كسر في رجله، وبعد الكسر دخل في البالمونري امبوليزم، عندي يعني سبب منطقي يدخله، الحالتين دول بدانا لهم ثرومبوليتك سيرابي فورا بدون اي انفستيجيشن على الكلينيكال كرايتيريا. فده يتحفظ الويلز كريتيريا، ده مهم قوي. طبعا الانفستيجيشن اللي هكملها بقى على البروبابيليتي، الدي دايمر والدوبلر الترا ساوند بلين اكس راي شيست سي تي انجيو فور هاي بروبابيليتي كيسز، ايكو رايت فنتريكولار دايلاتيشن، ده ممكن ابدا عليه العلاج. السي بي سي. دكتور احمد بعد اذن حضرتك. اتفضل. الثرومبوليتك تريتمنت ليه ما نستخدموش في اي انفليزم؟ يعني ايه الفرق اللي لازم يكون ماسك بستخدم الثرومبوليتك؟ هل في سايد افكتس لو انا استخدمته لو كان حتى ار تي واحد مقفول او اقل من الماسك؟ لا، هو يعني الفكره انه طبعا ده علاج خطير، انه ممكن يعمل هيموريج، يعني انا هنا بنسميها كوست بينفيت ريشيو، يعني انا هنا بدي انقذ حياه المريض والا هيموت مني، فانا بدخل بقوه حتى لو في سايد افكت، ما هو هيموت مني. يعني كان المريض خالد اللي انا عرضته المره اللي فاتت في في الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد، خلاص هو شوكد وكان هيموت مننا، فكان لازم ندي له حاجه تفك كانت الثرومبس قافله الكارينه،
وقفل الرايت والليفت ومعديه بالاثنين. فانما مثلا مريض عنده ناحيه واحده، طب ما هي الناحيه الثانيه شغال والانتيكو اجلاند هيجيب نتيجه، فما فيش داعي ان انا ادخل بحاجه اجريسيف وممكن تعرض حياته للخطر من خلال النزيف، في حين ان الانتيكو اجلاند هيبقى كافي. تمام شكرا شكرا شكرا. يعني انت في الدار فوق لو سمحت يا جماعه اللي عنده اللي عنده نويز يقفل الصوت، والا هقفل انا من عندي. اللي عنده نويز يا جماعه يقفل الصوت. ال هو الدوبلر الالتراساوند هطلبه على الشيست يا دكتور؟ ايكو ايكو. اذا كنت قلت دوبلر يبقى بالخطا، لا الدوبلر على اللور ليمب لان بدور على سبب يكون هو اللي بعت شاور يعني، وهو الالترا ساوند على اللور ليمب والدوبلر على والايكو على الهارت. تمام. في ساينز مهمه ممكن نشوفها في الاكس راي، طبعا مش كل الحالات بيظهر فيها، لكن كتير من الحالات بتبقى الاكس راي نورمال، لكن ممكن نلاقي كولابس، ممكن نلاقي كونسوليديشن، بلورال افيوجن، اليفيتد دايفرام، دايفراجم. في سبيسيفيك ساين بنسال عليها في الامتحانات، ممكن تنزل لكم اشعه زي دي، بلورال بيزد اوباسيتي ويز كونفكس ميديال مارجن، دي بنسميها الهامبتون هام، ودي من الحاجات السبيسيفيك للبلمونري امبوليزم. طبعا السي تي انجيو هو الفيصل، لكن احيانا زي ما قلت لكم في الحالات المسف ممكن ما نلحقش نعمل، فبيبقى المتاح قدامنا لو قدرنا نعمل ايكو ونلاقي رايت سايد دايليتيشن بنبدا عليه. كان عندي مريضه بهجت وعملنا لها رايت سايد ايكو، لقينا مش بس دايليتيشن، في رايت سايد دايليتيشن وفي ثرومبس كبيره ماليه الرايت سايد. العيانة دي الله يرحمها توفت، بس يعني احنا عملنا شخصنا وادينا العلاج بس هي ما تلحقتش يعني. فللأسف الحالات الأجريسيف دي بتبقى نسبة الوفاة عالية، بتوصل أكتر من 50%. الناحية الشمال ده unilateral left sided occlusion، thrombus باينة في left side، واللي على اليمين bilateral occlusion massive pulmonary embolism. الثرومبوليتيك ثيرابي الابسوليوت انديكيشن اللي هو الماسيف بالمونري امبوليزم ويز هايبوتنشن، ده متفق عليه في كل المراجع والبيبرز والجايد لاينز، لكن في حاجات مختلف عليها بوتنشال يعني، فانه يكون لارج برفيوجن ديفكت يعني حصل فيه انفاركشن في اريا في اللنج، رايت فنتريكولار ديسفانكشن حصل من كتر المشكله انه عمل رايت سايدد فيلير، floating right ventricular thrombus زي قلت لكم حاله بهجه لقينا فيها thrombus كبيره في الرايت سايد، او recurrent pulmonary embolism. فدي الحالات اللي بعض قال ممكن ندي فيها برضه thrombolytic، لكن بالنسبه لكم لو في سؤال الانديكيشن هو الماسيف pulmonary embolism، هو ده المتفق عليه انه ياخد thrombolytic therapy، الباقي potential يعني ممكن يتاخد وممكن لا. في ناس عرضت وناس وافقت لان في خوف من البليدنج زي ما كانت الدكتوره مروه بتسال من شويه. الانتيكواجليشن ستارت امبيريكالي ان كريتيكال كيسز بيزد اون كلينيكال اند ايكو، يعني ممكن ما بننتظرش السي تي انجيو. كاستر اور سيرجيكال امبوليكتومي دي طبعا بتعوز سنترز كبيره، لكن احنا حتى ما عندناش الامكانيه دي، لكن احنا بنتعامل يعني اقصى حاجه انا اتعاملت معاها ان انا اديت ثرومبوليتيك ثيرابي. طيب الاكس راي دي ممكن برضو تشوفوها، عايز حد يقول لي الديفرنشال دياجنوز بتاعت الاكس راي دي، هو تقريبا احنا قلنا الحاجات دي قبل كده بس نقولها تاني، ايه الديفرنشال دياجنوزيس في الحاله دي؟ سبوت دياجنوزيس كده نقول ثلاث اربع اسباب كده. ها تاني كولابس لا بالمونري ايديم
بازايديما ها نيومونايتس نيومونايتس لوبس نيومونايتس هيموريج لوبس برونكو الفولار هيموريج برافو ماسيف نيومونيا ايوه انفكشن دول لازم احط الايه الاسباب الكبيره دي ونزود عليهم فوليوم اوفرلود بتاع الكيدني يعني هم الخمس اسباب دول لازم نذكرهم هنشوف برضو حاله ونطبق عليه الحالات اللي جايه دي حالات كلها انا اشتغلت معاها انا حتى حطيتها مستقره بس في الامبوليزم الاول انا ما حصل امبوليزم بقى هل بيبقى في اسكليشن للنيو سبريسيف عندي ولا مجرد انا اشوف برضو الفوز بتاعها الاول هل دي انشفص ليبيد ولا لا وامشي عليه بتاعه يعني قصدي الامبوليزم ده زائد اللي انا هفك الامبوليزم حاليا هل في اي تريتمنت موديفيكيشن للحاله هو طبعا احنا البروتوكول بتاع البلمونري امبوليزم سواء في سيستميك لوبس او ما فيش هما بيدوا تريتمنت لمده 3 شهور وبعد كده بيوقفوا ده في اول مره انما الريكارنت خلاص فور لايف احنا بالنسبه لنا طبعا لازم نعمل الانفستيجيشن بتاعه الانتيفوسفوليبيد سندروم لو لقيناها ده بيمشي فور لايف لو ما لقيناهاش احنا بنطول اكتر شويه يعني ندي من 6 شهور لسنه حتى لو ما فيش بلمونري امبوليزم بالنسبه لللوبس احتراما لللوبس نفسها لان اللوبس هي لوحدها هايبر كواجولابل فبتاخد مده اطول شويه من 6 شهور لسنه غير المريض العادي اللي ما عندوش لوبس انما لو انت في السوليبت طبعا هيبقى فور لايف لا انا قصدي مش الريجيم بتاع التريتمنت بتاع الانتي كواجليشن لا انا بتكلم على الاميون سبريسيف بتاع البيشنت نفسه يعني لو هو اللوبس نفسه هايبر كواجولابل يعني هل كده في اكتيفيتي في الديزيز هل هو سيفير هل محتاجه ان انا ازود الدوز بتاعه الاميون سبريسيف اللي ماشي عليها البيشنت ده اللي بسال فيه اللي هو طبعا هو الـ يعني انا ربما بس ركزت على تريتمنت اوف بلمونري امبوليزم او الدياجنوز بتاعه عشان ده يعني غايب على كثير من الشباب يعني لكن زي ما حضرتك تفضلتي طبعا لازم اشوف هل في ديزيز اكتيفيتي هل في هايبر كواجولابيلتي من انتي فوسفوليبيد سندروم لو في ديزيز اكتيفيتي لازم اتعامل اجريسيف طبعا هو بس في بعض الحالات اللي بيكون في سبب يعني اللي هو البروفوكد دي في تي يعني عندي المريضه اللي انا حكيتها كانت بريجننت والبريجننسي لوحده سبب بروفوكت ان انا اتوقع منه يحصل مريض لقينا فيه دي في تي نتيجه انه تنوم في المستشفى فتره طويله ما كانش بياخد بروفلاكتيك انتي كواجولان فدي اسباب منطقيه دخلته انما المرضى اللي فيهم بقى فاسكولايتس دول طبعا لازم نتعامل معهم اجريسيف وده هيبان معايا في الدبل ستراندد السي 3 والسي 4 الهاي اي اس ار هيبان عندي في الديزيز اكتيفيتي بصفه عامه لكن في كتير من الحالات بتبقى لها سبب منطقي فدخلت بالمونري امبوليزم بياخد البروتوكول بتاع البالمونري امبوليزم العادي زي ما حضرتك تفضلتي لو طبعا فيه سبب فاسكولايتس ده لازم نتعامل معاه اجريسيف يعني شوف يا دكتور احمد شاكره جدا نقطه مهمه يعني ان حضرتك نبهتيني ليها الحاله دي 48 years old female presented to ER with shortness of breath high temperature and chest pain الحاله المريضه دي كانت بتجيلي العياده وكان عندها زي chest infection حولتها عياده الصدريه خدت antibiotic ما ارتحتش وجات لنا الطوارئ بعد كده be shortness of breath. She has been suffered from SLE for 10 years and for last 6 months using 10 milligram prednisolone methotrexate. والحقيقة المريضة دي كانت عندها ال SLE ال anti-nuclear positive والروماتويد factor positive فكانت وعندها joint manifestation وعندها lupus manifestation الاثنين فكانت مرتاحة على الميثوتريكسيت وكان الامور ماشيه معها كويس اللي هي بنسميها الروبس التمبريتشر 38.1 البلس 120 بلد بريشر 160 اوفر 90 اكس راي شود بايلاترال انفلتريشن اي سي جي اند ايكو نورمال تي بي سي مايكروسيتيك انيميا اند ليوكوسايتوزيس
ميتابوليك بانل نورمال، الكيدني ما كانش فيها مشاكل. انا ليه سالتي على الكيدني هنا؟ عشان كنا من الديفرنشال دايجنوزس بتاعه عشان الشورتنس اوف بريث ممكن يكون فوليوم اوفرلود من الرينال فيلير. عندنا السبيوتم كالتشر، بلاد كالتشر، سبيوتم مايكروسكوبي فور اسيد فاست باسيلاي، مانتوتس اتش اي بي سيرولوجي، اول وير نيجاتيف. المرض دي كانت قبل الكورونا فما كناش فكرنا في الكورونا. ايه رايكم في الدياجنوزس بعد استعراض الحاله، وايه افضل تريتمنت؟ نيومونايتس يا دكتور. برافو، يبقى انا احط رقم واحد النيومونايتس. انا استبعدت الانفكشن، كل الكالتشرز نيجاتيف. وبعدين الحراره، لو النيمونيا الحراره بتبقى 40 يعني بتبقى عاليه، لكن دي 38. استبعدنا الكيدني، واستبعدنا الكاردياك كوز الاي سي جي والايكو نورمال، وكل الكالتشرز طالعه نيجاتيف، فدي لازم اتعامل معاها على انها نيومونايتس. طب ايه افضل تريتمنت بالنسبه للمريضه دي؟ ايه يا جماعه، ايه افضل علاج؟ الموفيتين. طب الاول هدي انتي بايوتيك ولا مش حاطي؟ ممكن ادي عادي. لازم نعطي انتي بايوتيك، يعني لازم نغطي المريض بانتي بايوتيك او المريضه لغايه ما تطلع الكالتشرز نيجاتيف. طيب كورتيكوسترويد، هنعطي كورتيكوسترويد ولا لا؟ ايوه طبعا لازم كورتيكوسترويد وبلس مثال البريدنيزولون. طيب ايه بقى افضل اميون موديوليشن في الحاله دي؟ سايكلوفوسوميد او موفيتين. هو الحقيقه يعني عشان احنا بنخاف من الانفكشن، يعني الانفكشن قريب مننا، فممكن في الحاله دي نفكر في الاي في اي جي، ممكن يبقى مور سيف، لانه احيانا تبقى الكالتشرز نيجاتيف ويبقى معايا اسوشيتد انفكشن، يعني ممكن برضو تحسبا للانفكشن فممكن نعطي الاي في اي جي. لو سمحتوا يا جماعه اللي عنده نويز بس يقفل الصوت. الاكيوت لوبس نيومونايتس عندنا بتحصل في 4% من الحالات، المورتاليتي ريت اكثر من 50%، بريزنتد اس سيفير اكيوت ريسبيراتوري ايلنس وذ فيفر، نون برودكتيف كاف، بالمونري انفلتريتس اند هايبوكسيا، تشيست اكس راي بايلاترال انفلتريشن وذ اور ويزاوت بلورال افيوجن. ممكن نلاقي بلورال افيوجن او لا، انما لو انفكشن بيبقى لازم معاه بلورال افيوجن، وكمان ممكن نلاقي بلورال سيكنينج احيانا. ده المنظر بتاع الاكيوت لوبس نيومونايتس، والحقيقه بيدخل في ديفرنشال دياجنوزيس. حتى بتوع الاكس راي نفسهم ما حدش بيقدر يكتب ان ده نيومونايتس او ده انفكشن، هو بيكتب لك في الاخر ديفرنشال دياجنوزيس. طب ايه حاجه سبيسيفيك للانفكشن بنلاقيها في السي تي؟ بنلاقي ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ والمشكله عندكم ولا المشكله في النت يا جماعه؟ الصوت واصل؟ الو واصل يا دكتور، واصل. طيب طالما الصوت واصل خلينا هاجي لها قدام في الانفكشن، اقولها لكم في الانفكشن مش هريحكم كده. طيب ايه المانجمنت بتاع اللوبس نيومونايتس؟ ترانسفير تو اي سي يو، ميكانيكال فنتيليشن، سيبتك ورك اب، انترافينس مثال بريدنيزولون، برود سبيكترم انتي بايوتيك، اند اي في اي جي. احنا بنفضل اي في اي جي لانه الانفكشن قريب مننا قوي، واحيانا يبقى الانفكشن هو اللي عمل ستيميليشن للديزيز وعمل دخلها في نيومونايتس. اف كالتشر از نيجاتيف، سايكلوفوسوميد لو ريجيمين. لو الكالتشر بوزيتيف بندي الاول سبيسيفيك انتي بايوتيك لمده 7 ايام، وبعدين نبدا السيتوتوكسيك دراكس. في كل
موضوع من الموضوعات زي ما الدكتوره مروه تفضلت، احنا بنشوف هل احنا السبب اللي معايا ديزيز اكتيفيتي ولا اسوشيتد بروبلم. يعني اسوشيتد بروبلم ممكن يبقى بالمونري امبوليزم هو جاي باسبابه المنطقيه، عيان عمل عمليه، عيانه دخلت في ولاده فحصل لها دي في تي دخلت بالمونري امبوليزم، يبقى مشكله برايمري قائمه بذاتها. وهنا برضو المشكله ممكن تبقى انفكشن ولا عندي ديزيز اكتيفيتي. دايما واحنا ماشيين لابد ان انا اتاكد ان في ديزيز اكتيفيتي عشان ادخل اجريسيف. وفي اوضاع الاشتباه انه هل في انفكشن ولا ديزيز اكتيفيتي وانا مش متاكد 50-50، يبقى انا بعالج الاثنين. المينتنس ممكن يبقى ام ام اف او از اسيربي. في نقاط بقى هتفرق لنا شويه الاكيوت نيومونايتس عن الالفولار هيموريج، وهو ده اللي هنوضحه الكام نقطه اللي ممكن تفرق الاثنين من بعض. الديفيوز الفولار هيموريج اوكيرز ليس ذان 2% اوف كيسز، مورتاليتي ريت من 50-70%. The cause is capillaritis similar to renal thrombotic microangiopathy. وعشان كده يا جماعة دايماً الالفولار هيموريج يجي مع اللوبس نيفرايتس، ما يجيش مع نيومونايتس. ودي حاجة غريبة يعني، يعني دايماً الالفولار هيموريج يجي مع الاجريسيف لوبس نيفرايتس مش مع ال نيومونايتس. فهو في تشابه بين الكابيلاريتس والنيومونايتس، ولذلك بيحصل كتير مع الرابيدلي بروجريسيف كولومينال فاتس. الاكيوت اونست اوف هاي جريد فيفر ديسنيا كوف هيموبتسيس، اللي هيفرق هنا بقى المريض هيجيب كوفينج اوف بلاد and drop of hemoglobin. الحاجتين دول يخلوني انتبه ان العيان ده داخل في الفولار هيموريج. لون الدم، لون الدم هو اللي هيخليني انتبه ونزول الهيموجلوبين. نيو الفولار انفلتريت، يعني النهارده العيان كان كويس والاكس راي كويسه، بكره الاكس راي بقت لونها ابيض والعيان الهيموجلوبين وقع وبيطلع بلاد. بطة بتمشي مشية البطة وبتطلع صوت البطة، تبقى ايه؟ تبقى بطة. فهو دي الفكرة، ان احنا نتوقع المشكلة وتكون في ذهننا. يبقى نيو الفولر انفلتريت اون اكس راي ميد زون اوباسيتي وذ ابيكال سبيرنج، شجرة مفرعة وسايبة البريفري سليم. فدي المنطقة اللي بيحصل فيها الهيموريج، بيبقى دايما ميد زون اوباسيتي وسايب البريفري واضح. هنشوفها في الاشعه والسي تي. نفصل شويه في السي تي. جراوند جلاس اوباسيتي الفولار فيلينج ويز بلاد اند اكومبانيد باي ابيرنت برونكاي، يعني البرونكاي لونها هيفرق عن لون البليدنج، عشان كده اسمها دارك برونكاس ساين. يعني هنلاقي في وسط البليدنج اللون الابيض شويه بتاع البرونكس. البرونكوسكوبي اند برونكو الفر لافاج از مانداتوري في الدياجنوزس تو رول اوت بكتيريال انفكشن، يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين بكتيريال اور فانجل يعني انفكشن. بنشوف البلد نفسه، بنشوف السيروسانجينس فلويد ان ذا اير واي does not clear with repeated lavage. بيقعد البلمونولوجيست او الاي سي يو دكتور يقعد يشفط ويغسل وكل مره يطلع له تاني معرق بدم مهما غسل، وبعدين يبعت الميكروسكوب عينه فنلاقي حاجه اسمها ايه؟ هيموسيدرين ليدن ماكروفاج. الماكروفاج نفسها متحمله بالهيموسيدرين، واخده نفس صبغه الايه البلاد. نشوف الشكل بتاع اللنج الليفت لنج. خلي بالكم البلين اكس راي بتاع الليفت لنج
والرايت بس رايت يعني مش باينه قوي انه ميدزون او سنترال اوباسيتي، والبريفري باين، البريفري ما فيهوش بليدنج، انما يعني ده اكتر بتاع الالفولار هيموج. ونشوف في السي تي نلاقي في لون ابيض في النص بتاع البرونكاي، البرونكاي باينه بلون ابيض اكتر من البليدنج اللي حواليها. ماشي. هو ده مش عكس اللوجيك يا دكتور احمد، يعني المفروض البريفري دي بيبقى فيها الالفولاي اللي هي اخر حاجه خالص في الشجره بتاعه اللونج، يعني ليه بيبقى يعني البريفري هو السبير؟ والله لا، هو زي ما تقولي بيحصل البليدنج في الميدزون اكتر، بيحصل ربشر لبعض الفيسلز اللي هي ما بين الكابيلاريز اللي هي ما بين الفينيولز والارتريولز. لا هي ما بتبقاش دي في البريفري، هي بتبقى في السنتر اكتر، يعني لان في جزء بيبقى يعني ارتيريال. ما هو طبعا البلمونري ارتري هو اسمه بلمونري ارتري بس هو فينس درينج، وبعدين هو بيسلم للارتيريال بقى اللي هم الاربعه بلمونري ارتريز اللي بيطلعوا. فلا هم بيبقوا في السنتر اكتر من البريفري. اللي انا فاهماه يعني اللي هو الالفولار هيموريدج ده اللي الكابيلاريز اللي على الالفيولاي نفسها هي اللي بيحصل لها الرابشر ده، فمفروض هي اللي حوالين الالفيولاي نفسها عشان كل الكابيلاريز موجوده هناك. لا يعني انا يعني معلومه كده انا بتكلم، انا مش معلومه علميه يعني عارفاها، انا بسال حضرتك اللي هي المفروض الكابيلاريز اللي حوالين الالفيولاي في البريفري خالص هي اللي المفروض تحصل لها رابشر ده وعملت الالفولار هيموريدج. والله انا مش متخيل الاناتوم او الهيستولوجي في دماغي دلوقتي، لكن ده كلام براكتيكال من 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 شغل الجماعه بتوع الريبورتات بتوع الاكس راي يعني. ومكتوب في بعض المراجع، وحتى انا منزل بيبر قريبه برضو كاتب التفاصيل دي فيها، فدي تفاصيل كلينيكال، انما انا مش مستحضر الهيستولوجي في دماغي. خلينا نراجع النقطه دي ونبقى حضرتك راجعها وانا هراجعها برضو ان شاء الله. ماشي تمام دكتور. لكن دي نقطه كلينيكال براكتيكال يعني من الشغل يعني. طيب الميكانيكال فنتيليشن از مانداتوري في الحاله دي، بالعكس ده في جهاز بقى اعلى من الميكانيكال فنتيليشن بنحتاجه، اسمه ايه؟ طبعا استخدم كتير في الكورونا، زي ما كده بنعمل غسيل كلوي بنعمل رئه صناعي، اسمه ايه الجهاز ده؟ ايوه اختصاره اسمه ايه؟ لا مش السباب، لا السباب دوت بندخل هواء مضغوط بس، لكن ده اسمه الإكمو. الإكمو إكسترا كوربوريال ميكانيكال أورينتيشن. هتكلم عليه بعد شوية بالتفصيل شوية، إنما هنا أقل حاجة ميكانيكال فنتيليشن، بنلاقي العيان هايبوكسيك برغم إنه بياخد ماكسيمال فنتيلاتوري بارامترز، يعني حاطين جهاز الفنتيليشن على اعلى بارامتر ومع ذلك العيان هايبوكس، لان البلد قافل الايه؟ قافل الكابيلاريز. مثال برجنزولون بالس زين هاي اورال، وهنا بقى بيدخل البلازما اكستشينج رقم واحد في الالفولار هيمريج، البلازما اكستشينج. وانا يعني كان معايا الحمد لله اكثر من حاله عدت بالبلازما اكستشينج، ربنا كرمنا فيهم في الالفولار هيموريج بالبلازما اكستشينج. وفي حالات تانية كانت بس كانت فاسكولايتس دي استجابت على الريتوكسيماب، لكن البلازما اكستشينج هو المقدم في حالات الالفولار هيموريج. وطبعا الدياجنوزيس بالبرونكوسكوبي والبرونكو الفولار لافاج، يعني السي تي بيدينا يعني توقع، لكن
الدياجنوزس هنا بالاي برونكوسكوبي. سايكلوفوسفامايد هو المقدم رقم واحد، او ريتوكسيماب بعد البلازما اكستشينج. وطبعا يكون المريض خد برضو انتيبيوتيك والكالتشرز طلعت نيجاتيف. مينتنس ثيرابي ويز ازثيوبرين او ام ام اف. ده جهاز الاكمو اكسترا كوربوريال ممبرين اوكسجينيشن. الاكمو indicated in severe respiratory failure اللي هو العيان ARDS اللي هو adult respiratory distress syndrome bilateral white lung. الميكانيكال فنتريشن مش عامل حاجه فبندخله على جهاز الاكمو. ده يعتبر رئه صناعيه، بناخد الهواء ونعمل له اوكسجينيشن خارج الجسم. Severe respiratory failure provides gas exchange outside the body without mechanical ventilation. والحقيقة احنا اشتغلت عليه، عندنا جهاز يعني في ICU واشتغلت عليه حالتين. يعني مش انا اللي اشتغلت طبعا، هو جماعة بتوع ICU هم المختصين بالجهاز، لكن حالتين من حالتنا اشتغلوا عليه. وحالة منهم نجحت وكان نتائجه كويسة، والحالة الثانية كانت توفت الله يرحمها. لكن ما زال اوبشن في الحالات الاجريسيف لانج بروبلم. طيب قبل ما ندخل على الانفكشن، في اي سؤال في الحالة دي او الحالات اللي عرضناها بتاعت النيومونايتس او الالفولار هيموريج؟ طيب هندخل على الانفكشن. فيفر ويز لوبس نيدز ادميشن تو ديفرنشيت ديزيز فلير فروم انفكشن. اس ال اي بيشنت ار كومبلمنت ديفيشنت and functionally asplenic with high risk of encapsulated organism بالذات المنينجو كوكاي ممكن ان نتوقعها اكثر في مرضى اللوبس. البروسيلوزيس والتي بي والفيرال انفكشن بيجوا بمالتي سيستم فيرير او مالتي سيستم كومبليكيشن، فبيشتبهوا مع الاس ال اي. عشان كده دايما احنا نطلبهم في الروتين انفستيجيشن ان انا استبعد التي بي والبروسيلا في حالات السيستميك لوبس. السي 3 والسي 4 والانتي دبل ستراند دي ان اي والسي بي سي كوريليت ويز ديزيز اكتيفيتي. السي ار بي كوريليت البروكالسيتونين والسي ار بي كوريليت مع الانفكشن. واضحه النقطه دي؟ نتكلمنا فيها قبل كده. دي السؤال اللي سألته لكم كان نفسي حد يجاوبه، بس ليس ما كل ما يتمنى المرء يدركه. شايفين ايه المميز هنا في السي تي اللي يفرق عن النيومونايتس؟ الانفكشن هنا اللي يفرق عن النيومونايتس. الهوموجينس كونسوليديشن ولا ايه؟ ها؟ مين معانا؟ انا مروه، انا بتكلم. لا الاير برونكوجرام، الاير برونكوجرام هو ده اللي يفرق. يعني دي علامه مميزه للانفكشن، انه بيدخل اير نتيجه انه بيطلع من نواتج البكتيريا اللي موجوده، بيجي مع البكتيريال انفكشن اكتر، اللي هو اير برونكوجرام وزن كونسوليديشن. يبقى الكونسوليديشن وجواه اير برونكوجرام. طب معلش يا دكتور احمد، ممكن بس حضرتك تعمل بالبوينتر عليهم؟ لان انا ما عنديش خبره في السي تي الحقيقه، انا بشتغل من الجوال فما بعرفش اعمل البوينتر. طب الاير بيبقى شكله ايه في الاكس راي؟ اسود. بيبقى اسود. المفروض البرونكاي بتبقى اسف الكونسوليديشن بيبقى ابيض، فلما افتح كده هتلاقوا في سواد جوه البياض.
واضح كده لما بكبر بتبان معاكم؟ يعني في نقط سودة جوه الحته البيضه اللي هي في نقط بقى سودة هتلاقوها جيت بلاك سودة قوي. هو دي الاير، ده الاير برونكوجرام. ما اعرفش انا لما كبرتها واضحه معاكم؟ انا شايفه تو سبوتس باك كبار وجوه بقى الابيض ده في سبوتس صغيره بيضه كده. هاي قصدك عليها؟ لا انا قصدي على الاسود، الاسود قوي الجيت بلاك اللي هم الكبار دول، الاثنين الكبار دول كذا واحده هنلاقيهم على الشمال. لا شفتها هو ده. الجيت بلاك ده هو الاير برونكوجرام، الهواء بيظهر اسود قوي، فالكونسوليديشن بيبقى ابيض، يعني بيبقى ابيض عن اللي حواليه، فيبقى جوه البياض ده هنلاقي نقط سوداء جيت بلاك، هي دي الاير برونكوجرام. suspected infection should be treated with empirical IV antibiotic. أنا من الأول شوف كل الخمس ست differential diagnosis اللي قلناهم لازم أحط معهم antibiotic، سواء أنا تأكدت ما تأكدتش، حاسس بقلبي كده إن في، لازم أحط antibiotic يعني حتى يثبت العكس لغاية لما الكالتشرز تطلع لي نيجاتيف، يبقى أنا حاطط antibiotic لكل المرضى اللي داخلين بـ acute chest problem. specific antibiotic after culture results hold cytotoxic drugs. هنا بوقف cytotoxic drug طالما معايا infection. في الأسبوع الأولاني بدي ممكن corticosteroid و IVIG فقط لغاية لما الكالتشرز كلها تطلع negative. ممكن أزود الاسترويد، الاسترويد ده يعني stress management ما فيش منه مشكلة، الـ IVIG ما فيش منه مشكلة، لكن السيتوتوكسيك دراجز بنتوقف فيها مع الانفكشن. كده احنا خلصنا الحاجات الخاصه بالشيستي، واحنا اتكلمنا على الاكيوت سكيميا واتكلمنا على الاكيوت شيست بروبلم. احنا باقي لنا بقى الحاجات بتاعه الهارت. الهارت هنتكلم على نقطتين او ثلاث نقط. الاول الكاردياك تامبونات. الكاردياك تامبونات في حاله عدت عليا والحقيقه كان اجريسيف والباراسينتيزيس ما نفعش فيه. بريكاردايتس از فريكوينت، بتوصل 22% من الحالات يكون فيه بريكارديال افيوجن، لكن ماسيف بريكارديال افيوجن بقى اللي هو يعمل تامبونات، يعمل اختناق حوالين الهارت، ده بيبقى 2% فقط. بروجريسيف ديسنيا اون لاينج فلات، لما العيان ينام على السرير يتعب اكتر ويرتاح لما يقعد ويميل لقدام، and better in leaning forward. pericardial rub and distant heart sound. الهارت ساوند تحس انه بعيد قوي نتيجه الايه الميه الكتير اللي بتبعد الصوت عن السماعه. associated active nephritis, Lippmann-Seck endocarditis and myocardial dysfunction. يعني عادة بيجي مع الميوكارديال dysfunction. البلين اكسري طبعا ده انا اتسألت فيها في البكالوريوس، الصورة دي ده اسمه ايه؟ الهارت ده اسمه له اسم كده، الله يرحمه الدكتور جلال اللي كان توفى في الزلزال الله يرحمه، كان اسمه الدكتور ايه؟ دكتورة مروة، كان عندنا في سيبانها فلاسك شيب. فلاسك، ايوه الفلاسك شيب هارت ده كان سالني في واحنا في البكالوريوس جاب لي الاشعه دي، فلما قلت له فلاسك شيب هارت قال لي ناجح وتوكل على الله، الله يرحمه ويحسن اليه. ده الفلاسك شيب هارت بتاع بيج هارت وعلى شكل الايه الدوره اللي كنا بناخده في المعمل زمان، ده فلاسك شيب. الإيكو طبعاً may contribute to early diagnosis and successful treatment. pericardial tab، المريض ده اتعامل معاه محاولة pericardial tab لكن failed والعيان الله يرحمه توفى. and pericardial window، ممكن يدخل بقى ويتعمل له open surgery. and intravenous missile prednisolone pulse
ثيرابي فولود باي هاي دوز بريدنيزولون اند اميون سبريشن. لكن لازم الكارديولوجيست او الانتنسيف كارديولوجيست بقى الاول يفضلنا الاختناق ده. يعني احنا ممكن العلاج ما يجيبش نتيجه، لازم الاول الجراح يفك لنا الازمه دي، يسحب الميه دي يا اما تابنج او اوبريشن. المايوكاردايتس، احنا كنا عرضنا حلقه قبل كده بنت صغيره كان عندها مايوكاردايتس، كان عندي اكثر من حاله لوبس وانتيفوسفوليبيد معاهم مايوكاردايتس، وكان حاله شهيره. المريض برضو قعدنا ندور على سبب ونعمل له انفستيجيشن، في الاخر اكتشف المايوكاردايتس بالكاردياك ام ار اي، كاردياك ام ار اي جابها في الاخر. مايوكاردايتس كان بريزنت ويز اتيبيكال تشيست بين اور فالمنت هارت فيلير اسوشيتد مايوسايتس نيفرايتس اور دبل ستراند دي ان اي اس تي سيجمنت اليفيشن اور ديبريشن تي ويف انفرجن اند هاي سينستيف تروبونين. الحقيقه التروبونين بيبقى عالي شويه في المايوكارديال انفاركشن، لكن من الحاجات المميزه جدا في المايوكارديتس انه بيعلى الاف المرات، يعني بنلاقيه عالي جدا جدا عن الطبيعي. يعني المايوكارديتس بيعلى اكتر بكتير جدا من المايوكارديال انفاركشن، ودي مميزه للمايوكارديتس. الايكو طبعا بيشوف هايبوكينيزيا وكروناري انجيوجرام اند كاردياك ام ار اي. بعض الحالات كل ده يطلع نورمال والام ار اي تجيب المايوكاردايتس. التريتمنت طبعا اهم حاجه الانتي فيلير ميجرز، يعني قبل ما ندخل حتى بالادويه بتاعتنا لازم الاول الدايوريتكس والانتي فيلير ميجرز. انتي مالاريال ار سيف داز نوت انديوس كارديوميوباسي، ودي اتكلمنا عليها قبل كده، لان الكارديولوجيست دايما يوقفوا الهيدروكسيكلوروكين، واحنا نقول لهم يا جماعه ما توقفوهوش، ملوش علاقه بالهارت فيلر. انترافينس مثال بريدنيزولون بالس فولود باي هاي اورال كورتيزون ريفراكتوري كيسز مي ريكواير سايكلوسامايد او اي في اي جي. من الحاجات اللي بتجيب نتائج كويسه جدا في المايوكارديتس الاي في اي جي، حتى بيدوه في الايديوباسيك مايوكارديتس اللي مش عارف لها سبب. المايوكارديال انفاركشن زي ما اتكلمنا في البالمونري امبوليزم برضو بنتكلم في المايوكارديال انفاركشن، انه ممكن يجي عادي انه مريض عنده اسيروسكلروز وحصل له مايوكارديال انفاركشن وتوافق مع الذئبة، او ممكن يجي نتيجه الذئبة نفسها. كاردياك اسكيميا ان اس ال اي 10 فولد ذان نورمال ديو تو اكسلريتد اسيروسكلروز. يانج فيميل بيشنت عاده هي اللي بتبقى معاها لوبس اكتيفيتي، انما الميلز اللي بنتوقع اكتر معاهم الاسيروسكلروز. البريفنشن طبعا الاكسرسايز والاسبرين والستاتين، الفاسكولايتس بلس فاسكولار اوكلوجن، يعني يا اما نتيجه اللوبس يا اما نتيجه اسوشيتد انتي فوسفوليبيد سندروم. عشان كده الانتي كاردليبين بنطلبهم والانتيكواجليشن مع الاميونوسبريشن. اللايف لونج انتيكواجليشن لو ثبت انه هو انتي فوسفوليبيد سندروم. طيب احنا كده خلصنا الاكيوت كارديوبالمونري بروبلمز. في اي سؤال فيهم او تعليق لو بتحبي يا دكتوره مروه تعلقي؟ لا تمام دكتور احمد، تسلم، انا مستمتعه. هندخل بقى في اخر حاجه الاكيوت هيماتولوجيكال بروبلمز، ودي كتير جدا جدا جدا. نبدا بحاله الخدمه دي يعني عملت معانا فصل كده، بس عايزكم تكتشفوه معايا قبل ما اقوله. 45 years old female non SLE on maintenance therapy as a serine hydroxychloroquine and low dose steroid. The patient presented with severe symptomatic anemia والهيموجلوبين 4. الاول
ايه الديفرنت تايبز اللي ممكن تيجي، ديفرنت تايبز اوف انيميا اللي ممكن تيجي في اللوبس؟ هيموليتك انيميا وايرون ديفيشنسي انيميا. ها وايه كمان؟ ميجالو بلاستيك لو بتاخد حاجة بقى. ميجالو بلاستيك وايه كمان؟ سمعتوا عن انيميا اوف كرونيك ديزيز. انيميا اوف كرونيك ديزيز ماشي. سمعتوا عن دراج انديوسد انيميا؟ دراج انديوسد انيميا او توكسيك انديوسد انيميا، نتيجه توكسيميا او حاجات توكسيك ايجنت يعني. طيب ايه السبيسيفيك تايب اوف انيميا الخاص باللوبس؟ لو قلنا سبيسيفيك تايب اوف انيميا، الانيميا اوف كرونيك ديزيز والهيموليتيك انيميا. لا الهيموليتيك، برافو. الهيموليتيك دكتوره فاتن. ايوه دكتور مع حضرتك. الهيموليتيك انيميا دي هي لما نقول سبيسيفيك يبقى الهيموليتيك انيميا. الحقيقه المريضه دي الموقف اللي عملته فينا حد متوقع ايه حاجه غير الاسباب العاديه اللي احنا عارفينها؟ المريضه خدت حاجه وجات لنا بالمنظر ده من الطب الشعبي. هو مشهور في السعوديه العلاج بالطب الشعبي. في حاجه لو حد معانا من المستشفى معانا على الخط، في دواء مشهور هنا في الطب الشعبي اسمه المره والحلتيتا. دي من الحاجات اللي بتستخدم هنا في الطب الشعبي كتير. نبات المره المريضه خدت منه جرعات كبيره، وقفت الدواء وخدت المره دي وجات لنا بالمنظر ده. المهم يعني كان هي المره دي سبب انه دخلت المريضه في سيفير دراج انديوسد انيميا، ووقفنا طبعا الدراج وبدانا نديها كورتيكوستيرويد واي في اي جي. الحمد لله انها اتحسنت وبدات ترجع شويه بشويه. يا دكتور احمد، هي دراج انديوس دي بتبقى نورموسايتك نيموكرامك، يعني عامله زي حاجه زي الهيموليتيك كده ولا والله إيه؟ انا لما قريت بقى بالتفصيل انها ممكن تعمل اميون انديوس انيميا، يعني بتبقى زيها زي الهيموليتيك انيميا، يعني تعمل هيموليسيس. بعض التوكسينز او بعض الدراجز ممكن تعمل هيموليتيك انيميا. فكان السبب المباشر يعني ما كانتش فيه ديزيز اكتيفيتي قوي مع المريضه لما عملنا الفحوصات، لكن هي اعترفت انها خدت جرعات مكثفه من بيدوها اكياس كده بودر بتبقى بينقعوها في ميه ويشربوها، فخدت جرعه مكثفه 3 اكياس في اليوم، فجت لنا بقى بالمنظر ده. ومجرد ما وقفت وخدت كورتيكوسترويد حتى احنا ما اديناش اجريسيف تريتمنت، يعني ادينا بس اي في اي جي والعيانه رجعت الحمد لله بسرعه. طيب خلينا ندخل في الموضوع لان انا حاسس الوقت اتاخر. الساعه كام دلوقتي؟ اشوف الساعه بس. طيب احنا معانا كمان ان شاء الله نص ساعه ونخلص. الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، قلنا التايبز اوف انيميا اول تايبز اوف انيميا كان اوكير، ولكن لما نسال نقول سبيسيفيك يبقى هي الهيموليتيك انيميا. ايفان سندروم، معنى ايفان سندروم ايه؟ هيموليتيك انيميا معاها ايه؟ معاها ثرومبوسايتوبينيا، برافو. دي يتقال عليها ايفانز سندروم. بنطلب الايرن، فيريتين، بي 12، فوليت، هيموجلوبين. طيب احيانا يبقى مشكله في الثلاسيميا، يكون في مشكله في الهيموجلوبين، فاحنا بندور على اسباب اخرى غير الديزيز اكتيفيتي. يبقى دايما زي ما قلنا من الاول ان احنا
بندور على الديزيز اكتيفيتي بنتهمه، وندور على اسباب اخرى خارج الديزيز خارج اللوبس. ريفيو دراجز دي مهمه زي ما قلنا، الدراجز ممكن نفسها في بعض الادويه تعمل انيميا. ايه اشهر ادويه بتعمل الانيميا؟ ادويه بتاعتنا احنا كل السيتوتوكسيك دراجز احنا بيدي لا بيدي عمرو. انا ممكن اكون انا اللي عملت لها، كان في مريضه كل ما نديها الـ كانت بتاخد ايه الاميوران، كل ما نديها الاميوران تقع اكتر، يعني الانيميا تزيد اكتر، ففي الاخر وقفنا الاميوران، المريضه اتحسنت، فطلع ان الاميوران نفسه هو اللي كان عامل اميون سبريشن. فخلي بالكم من الدراجز، وخلي بالكم من السبسز، لان دول سببين مشهورين. نضيف عليهم بقى حكايه الست ختمه دي، الهيربال ميديكيشن. الهيربال ميديكيشن احيانا يجي لنا بمشاكل كاتاستروفيك، يعني ممكن تيجي باكيوت رينال فيلير، اكيوت ليفر فيلير، وممكن تيجي باكيوت هيموليتيك انيميا. بوزيتيف دايركت كومبس تيست، هاي بايلروبين، هاي ال دي اتش اند انكريز ريتيك كاونت. طب ليه بيزيد الريتيكولوسيتيك كاونت في الهيموليتيك انيميا؟ نشغل كده دماغنا، ليه بيزيد الريتيكولوسيتيك كاونت؟ برافو، الجسم بيبني، معناه انه الجسم بيبني، كان فيه هدم وبناء، يعني دايما الجسم بيبقى المعدل ده ماشي مع بعض، هدم وبناء في نفس الوقت، لما تلاقوا البناء عالي يبقى كان فيه هدم قبل منه، فدايما مع الهيموليتيك انيميا يكون فيه زياده في الريتيكولوسيتيك كاونت. ترانسفيوجن تارجت، احنا عارفين طبعا انه عند 7 ملي جرام بنبدا ندي بلاد ترانسفيوجن، اند تارجت 8 ده لمرضى الكارديولوجي اللي عندهم كابج او اكتيف مايوكارديال اسكيميا، دول بيحتاجوا هيموجلوبين يعني ممكن ندي على 8 مش على 7، لانه دول عندهم بيدخلوا في هارت فيلير. ما مشكلة الأنيميا إيه؟ إن العيان الأكسجين ما هوش كافي، فممكن يدخل في هارت فيليا، فعيانين الكاردياك أساساً عندهم هارت فيليا من أساسه، فدول ما ننتظرش إن الهيموجلوبين يقع لغاية 7، ممكن عند 8 بندي بلاد ترانسفيوجن. طيب إيه الحالات اللي نخاف من البلاد ترانسفيوجن؟ ما نديش فيها بلاد ترانسفيوجن. فيها ثرومبوسيتوسيس؟ ايوه برافو، الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد، ثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي، واللي هي التي تي بي، ثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا. برافو، لان انا لو اديت ترانسفيوجن الخلايا دي هتدخل تقفل زياده، هتدخل تعمل يعني ثرومبوز، هتساعد في الثرومبوز اكتر. النقطه الثانيه انها هتتكسر ثاني لان في انتي بوديز، فالعلاج بتاع الهيموليتيك انيميا هو علاج السبب، يبقى انا ادي ستيرويد، ادي سايتوتوكسيك دراجز اي في اي جي، اوقف الباثولوجي الاساسي اللي هو انتيجين انتي بودي رياكشن. لكن انا لو دخلت هيموجلوبين وانا عندي تكسر ممكن المشكلة تزيد، فإحنا بنلجأ ليه عند التارجت. العيان خلاص هيدخل في هارت فيلير، يبقى التارجت بتاعي الهيموجلوبين 7 أو 8 في عينين الكارديولوجي. الكونترا إنديكيشن تو ترانسفيوجن، إنكريز ذا بلاد فيسكوستي في الكاتاستروفيك أنتي فوسفوليبيد، بيشنت ويز تي تي بي قلنا إن بيزيد الثرومبس في ثرومبوتيك ثرومبوسيتومينيك بيربرا، uncontrolled hypovolemia, hypervolemia in hemodialysis patient, hyperkalemia، لأن الهيموليسيس نفسه بيطلع بوتاسيوم، فلما يكون عندي hyperkalemia وأدي أنا
ار بي سيز هزود فرصه الهايبركاليميا ديورينج هيموداياليسيس عشان ابعد عن الفوليوم اوفرلود والهايبركاليميا، الا طبعا لو في عندي سيفير يعني هيموجلوبين ديفيشنسي وصلت التارجت خلاص انا بتجاوز عن المساله. الميثايل بريدنيزولون بلس اي في اي جي ريتوكسيماب من الحاجات الكويسه جدا الريتوكسيماب مينتنس ثيرابي ويز ازايبرين اور مايكروفينيليت انديكيتد سبلينكتومي فور ريفراكتوري كيس. يبقى دايما في كل حاجه من حاجات اللي احنا قلناها يبقى في تكه، فهنا في البلط بقى هيدخل تكه الايه السبلينكتومي. سبلينكتومي احيانا في الريفراكتوري كيسز. بسرعه انا هعرض الحالات بقى من غير مناقشه، باقي لنا حالتين وهنختم ان شاء الله. 25 years old female known SLE treated with ITB on maintenance therapy pregnant 35 اسبوع. العينه دي راحت لعياده الحوامل واكتشفوا ان البليتليت زيرو، اكتشفوا ان البليتليت زيرو، ودي الحاله الوحيده اللي شفتها في حياتي بليتليت زيرو. الحمد لله انا ما كانش فيه بليدنج. ايه رايكم العيانه دي ما دخلتش في ولاده لسه 35 اسبوع، ايه رايكم تتنوم ولا لا وتاخد بليتليت ترانسفيوجن ولا لا، وايه افضل علاج ليها؟ يعني نديها بليتلت. طب ليه نديها بليتلت؟ لانها زيرو قربت تولد. عشان البليتلت جماعة الولادة. برافو عليكي، ممكن عشان هتولد، لكن هو القاعدة زي ما قلنا برضو في الهيموليتيك انيميا القاعدة حسب التارجت. التارجت عندي اقل من 7 العيانة هتدخل في هارت فيلير، انما هنا القاعدة انه انا ما اديش بليتلت. الاصل ان انا ما اديش بليتلت لان انا هاخدها هتتكسر، بتتكسر في 24 ساعه وعندي انتي بوديز بتطلع، فالعلاج هو علاج الانتي بوديز اللي موجوده. الحاجه الثانيه انه انا ما اديش بليتلت الا لو العيان او العيانه دخلت في نزيف او هتدخل في بروسيدور هتدخلها في نزيف، يعني الولاده طبعا دي عرضه للنزيف، كده كده هيحصل فيها نزيف، فاحنا هنديها عشان خاطر الولاده القادمه. خلاص. طيب ايه افضل تريتمنت في السيفير ثرومبوسايتوبينيا؟ ايوه بلازما فريزز. مين اللي قال بلازما فريزز؟ لا انا اسماء يا دكتور. انا دكتوره اسماء. برافو. بلازما اكستشينج، هو دلوقتي كله بقى بلازما اكستشينج، ما عادش فيه فريسز اللي هو بياخد البلازما ويرجعها تاني، كله بلازما اكستشينج. فهو ده افضل حاجه في السيفير اي تي بي، يبقى البلازما اكستشينج ده. وده سؤال مشهور يعني شفوي وريتن وام سي كيو وكل حاجه. يبقى عرفنا موضوع البلاد ترانسفيوجن وعرفنا موضوع البيست تريتمنت. طيب ايه الليفل الكريتيكال اللي اقول عليه ممكن يهدد حياه العيان وياخد اجريسيف تريتمنت؟ كام الف؟ اقل من 20,000 وهياخد اقل من 20,000. ايوه برافو، اقل من 20,000. مايلد اند مودريت كيسز از اوفر تريتد، يعني احنا البعض بيدخل اجريسيف اقل من 50,000، لكن الحقيقه هو اجريسيف اقل من 20,000، يعني علشان برضو ايه كتير مننا بيعالج اجريسيف على 50,000. لا، 50,000 ده مودريت، انما السيفير اقل من 20,000، ففي اوفر تريتمنت. برضو نفس الكلام اللي قلناه، بنراجع الادويه ونراجع السيبتيك سكرين، يعني ممكن يكون السيبسز نفسها تدخل فيه بانسايتوبينيا او دراجز تعمل بانسايتوبينيا او الهيربال ميديكيشن اللي العيانين بياخدوها. سيفير ثرومبوسايتوبينيا قلنا اقل من 20,000، والريسك انا خايف من ايه؟ البليدنج. البليدنج
انا في الهيموليتيك انيميا انا خايف من ايه؟ انا ليه اديت بلاد ترانسفيوجن في الهيموليتيك انيميا؟ من الهارت فيلير. برافو. هنا انا خايف من البليدنج، عشان كده الانديكيشن انه العيان لو دخلت العيانه في بليدنج لازم ادي بليتلت ترانسفيوجن، او دخل على بروسيدور او حاجه هتعمل لها بليدنج. ماشي. طيب هنعمل بريفرال سمير علشان اكسكلود ثرومبوتيك ماكرو انجيوباسي والتي تي بي، دول هلاقي فيهم حاجه قلنا عليها، ها اسمها ايه؟ شيستوسايت. برافو برافو. ديستراكتد وايت بلاد سيل ار بي سيز اسمها شيستوسايت. الانتي فوسفوليبيد انتي بوديز والانتي بليتليت انتي بوديز والهيبرين انتي بوديز، لانه برضو بنشك في التي تي بي اللي هو اسف اللي هو الهيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا الهيت سندروم، ففي حاجه اسمها الهيبرين انتي بوديز، فدي من ضمن الحاجات اللي بنطلبها. طبعا مش كل السنترز فيها الهيبرين، احنا ما عندناش الهيبرين انتي بوديز، بس بنتوقعه لو العيان واخد هيبرين وحصل وراه في خلال من 5 الى 14 يوم حصل الدروب في البليتلت، فاحنا برضو بنحط من ضمن الديفرنشال دياجنوزيس الهيت سندروم الهيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. الالترا ساوند تو اكسكلود دي في تي، لانه ممكن تبقى عندي مايكرو انجيوباسي، او يكون عندي اللي هو التي تي بي اللي هو ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا وتكون عامله دي في تي. دي سي هيبرين اف بوسيبل هيت اجريسيف treatment of sepsis, platelet transfusion in active bleeding or any procedure with possible bleeding زي الست اللي كانت حامل دي. Thrombotic microangiopathy or TTB are major complication needs plasmapheresis, IVG, IVIG or rituximab. Refractory cases بندي الانبليت. كان في حاجة احنا قلناها في النيوتروبينيا اسمها ايه بقى؟ بندي ايه في النيوتروبينيا علاج الريفراكتوري نيوتروبينيا؟ النيبوجين. النيبوجين ده جروس فاكتور بيحسن انتاج الوايت بلاد سيلز. الانبليت برضو ده جروس فاكتور بيحسن انتاج البليتليت، اسمه انبليت او رومي بلوستم. رومي بلوستم وده انا اديته في حالات كتير، بس للاسف الحاله البريجنان دي ما قدرناش نديها، احنا نقلنا لها بليتلت وعالجناها بالاي في اي جي والاستيرويد لان هو مش انديكيتد في البريجنانسي. وهي اتحسنت الحمد لله على الاي في اي جي وعلى البليتلت ترانسفيوجن وعلى الاستيرويد وعدت وولدت بسلام الحمد لله. يعني بس طبعا كانت حاله من الحالات، انا اول واخر مره في حياتي اشوف البليتليت زيرو، وربنا كرمنا وعدت الحمد لله. وطبعا هنا برضو يدخل السبلينكتومي في الريفراكتوري كيس. اخر حاله واخر موضوع، الست دي بقى اسمها سوريا، دي برضو من الحالات اللي دوختنا. 50 years old female patient, known as SLE, was treated with from moderate neutropenia. يعني هي كانت بتجي لنا ما بين الألف والألفين، هي دي طبيعتها يعني ما زادتش عن كده. On MMF after failure of azacitabrine and methotrexate. Presented to my clinic with fever, without any septic focus, and total leukocytic count 1,000. ال 1000 ده مش مشكلة قوي يعني، هي كانت ساعدته بقى على الألف، لكن اللي قلقني الحياة وبعدتها تنومت ان النيوتروفيلز كانت 350. احنا امتى بننوم العيانة على كام؟ نيوتروبينيا، نقول نيوتروبينيا سيفير نيوتروبينيا
من رقم كام؟ 500. أي برافو عليك. 500 ده أنوم عليه العينة على طول. 500 ده كريتيكال. فالعينة دي جات لي ده بنسميه أبسوليوت نيوتروبينيا على 350. التوتال 1000 مش مشكلة، التوتال كويس، لكن السبيسيفيك بقى طيب النيوتروفيلز نفسها كانت 350. هنا أنا خايف من إيه؟ إحنا قلنا في الهيموليتيك أنيميا خايف من الإيه؟ الهارت فيلير. في الثرومبوسيتيميا خايف من بليدنج. هنا أنا خايف من إيه؟ من الإنفكشن. طيب قولوا لي بقى العيانة دي نعمل لها إيزوليشن ولا لأ؟ وبعدين تاخد أنتيبيوتيك ولا لأ؟ ولو هتاخد تاخد إيه؟ هي تعمل لها ايزوليشن وتاخد انتيبيوتيك. ماشي، طيب ده نص الاجابه. النص الثاني تاخد ايه بقى في الانتيبيوتيك؟ هي عندها فيفر وابسوليوت نيوتروبينيا، تاخد ايه؟ تريبل امبريلا. امبريلا في انتيبيوتيك تريبل؟ لا، هقول لكم القاعده وهي سهله خالص ان شاء الله. النيوتروبينيا عموما حتى سواء العينة لوبس أو غير لوبس، نيوتروبينيا الليفل قلنا 500. طيب هننزل كده من نيوتروبينيا قسمين، معها فيفر ولا معهاش فيفر؟ معهاش فيفر العينة ديت مفيش داعي انها تاخد انتيبيوتيك، او البعض قال ممكن تاخد اورال انتيبيوتيك، بس الايزوليشن مهم في حالات اللوبس. يبقى احنا اللي يفرق معانا بالنسبه لحالات اللوبس الايزوليشن علشان اميونو كومبرومايز. طيب اقل من 500 ومعاها فيفر، دي هنرجع نقسمها اسمين تاني، معاها فيفر وفيه سيبتك فوكس يعني فيه تيشو انفكشن حقيقي، في نيمونيا، في يو تي اي، مسكنا سيبتك فوكس ولا العيانة فيفر فقط وما فيش سيبتك فوكس؟ هو ده اللي يفرق معاك. يبقى عيانة الأول ما فيش فيفر، نيوتروبينيا ايزوليشن وأورال أنتيبيوتيك. طيب نيوتروبينيا ومعاها فيفر هنقسمها اسمين، فيفر ومعاها تيشو انفكشن، مسكنا احنا سيبتك فوكس، هنا بقى دي اللي تحتاج تريبل سيرم. انما الحاجه سرايا دي كان فيها بس فيفر خفيفه وما قدرناش نمسك اي سيبتك انفكشن، كل السيبتك ورك اب طلع نيجاتيف، فدي تاخد نوع واحد اي في انتيبيوتيك فقط، نوع واحد اي في انتي برود سبيكترم انتيبيوتيك مونوثيرابي. خلاص واضحه الحته دي؟ حد يقول لي واضحه يا جماعه؟ تمام يا دكتور. حد يقول لي مش واضحه اي حاجه؟ تمام يا دكتور. ماشي. طيب سيفير نيوتروبينيا، هنراجع الكلام اللي قلناه، سيفير نيوتروبينيا نيدز ايزوليشن، والريسك قلنا الانفكشن او انتوا اللي قلتوا، اميون ميكانيزم، ميديكيشن، بون مارو ديسفانكشن اور هايبرسبلينيزم، كل ده نحطه في بالنا كديفرنشال دياجنوزيس. وين اورال انتيبيوتيك از انف؟ ها زي ما قلنا لو ما فيش فيفر، نو فيفر. اي في انتيبيوتيك مونوثيرابي فور فيبريل نيوتروبينيا ويزاوت تيشو انفكشن، اي في انتيبيوتيك كفرنج جرام بوزيتيف ونيجاتيف واتيبيكال اورجانيزم ان اكتيف تيشو انفكشن. خلاص بنساعد هنا بالجرانولوسايت كولوني ستيمليتنج فاكتور. النيبوجين 5 مايكرو جرام لكل كيلو جرام بردي، او بندي 300 يعني في المتوسط بندي 300 سبكوتينيوس في السيفير نون مايلويد مالجنسي فيبرايل نيوتروبينيا. طب احنا بنخاف من ايه في النيبوجين؟ بنخاف منه في ايه؟ أقول لكم على حالة كومبليكيشن حصلت مع أحد الزملاء.
بنخاف منه في ايه؟ النيوجين، عشان كده ما يتاخدش في المالجنسي، سسبكتد مالجنسي. بيعمل مايلويد رياكشن، يعني المريضه خدت امبول واحد وكانت تحت ال 500، ثاني يوم بدات تتضاعف بالالاف لغايه ما وصل الليكوسيتيك كاونت ل 65000، ودخلت في كاردياك اتاك، دخلت في مايكارديال انفاركشن نتيجه سيفير مايلويد رياكشن. فده عشان كده احنا بندي امبول واحد وننتظر تاني يوم لما نقيس ونشوف الإفكت بتاعه، ندي بالأمبول كده يعني ستات دوز. بنخاف من الماس is a rare but fatal complication of SLE presenting with febrile cytopenia. الجلوكوكورتيكويد are first line therapy IVIG cyclophosphamide rituximab or and etoposide. ده سايتوتوكسيك يوزد فور تستيكولار كانسر، وعليه دراسات وشغل في اللوبس. اخر حاجه الكرايتيريا بتاعت الماس في العيانين بتوع اللوبس، يعني دي تبوا تذكروها، لكن هي شبيهه طبعا بالادلت اونست ديزيز او الكورونا. الفيفر اكثر من 38، سبلينوميجالي، هيموجلوبين اقل من 9، البليتليت اقل من 100000، البوليمورف نيوكلر بي ام ان اقل من 1000، التراجلسرايد اكثر من 265، الفايبرينوجين اقل من 150، اليوكو فيجوسايتوزيس ان بي ام اند الليمفنود سبلين، يعني بيحصل انه الماكروفاج بيجي لها هياج وتبدا تاكل في الخلايا جوه البون مارو، ليمف نود سبلين اور ليفر. عشان كده تلاقوا فجاه حصل بانسيتوبينيا، الماكروفاج دخلت في، حصل لها نوع من الهبل كده والهياج وبدات تاكل في مكونات الدم. لور ابسنت ناتشورال كيلر سيل اكتيفيتي اور سي دي 107، في الريتين أكثر من 500، elevated soluble interleukin 2 receptor alpha. دي مواصفات الماس. أما التريتمنت ما فيش بروتوكول متفق عليه في الأدلت أو اللوبس بيشنت، بلس ميثايل بريدنيزولون من 3 إلى 5 أيام، IVIG رتوكسيماب and ميثوتريكسات أو سايكلوسبور. نسيت أقول لكم الست اللي هي سوريا اللي هي ادناها IVIG اللي دخلت بنيتروبينيا اللي قلت لكم غلبتنا، وخدت كل الأدوية وما كانتش بتتحسن، لا على الأزاثيوبرين كمينتنانس يعني، ولا على الميثوتريكسات، ولا على الMMF، يعني هي كذا مرة تتنوم وتاخد IVIG تتحسن وترجع تقع تاني. ظبطت معايا في الآخر على السايكلوسبورين، ودي أول مرة كنت أعالج نيوتروبينيا بالسايكلوسبورين، ودي جاب معها نتيجة هائلة. الحياة السايكلوسبورين بعينه للحالات اللي بنعجز فيها، يعني زي الأدلت أونست ستيلز ديسيز، حالات الأجريسيف روماتويد بيجيب معنا نتيجة كويسة. نسيت أقول لكم دي بالنسبة لحالة الحاجة سوريا. انا اعتقد ان احنا كده، هو يعني تتنوم لو سمحت، يعني تتحجز يعني. معلش احنا اصل هتتنوم هتتنيم ليه؟ تتخدر ليه؟ كل مره حتى تتنوم هقول تتخدر ليه؟ طيب تتحجز يعني تتنوم يعني عندنا قسم التنويم الداخلي، المريض بينام في المستشفى يعني، ده معلش ده مصطلح سعودي. تمام. المريضه متنومه يعني معجوزه في المستشفى. محاضرة رائعة، كل مرة أسمعها بستفيد أكتر يعني، ربنا يكرم حضرتك. الله يخليك. طبعاً إحنا في زي ما قلت لكم موضوعات شرحناها في النيورو ما جبتش سيرتها، وموضوعات شرحناها في الكيدني، وموضوعات شرحناها مع الأنتيفوسفوليبين. فالنهاردة بس اكتفينا بالسكيميا، البلود بروبلمز والكارديو بالموناري بروبلمز. التعليق مع حضرتك بقى لو تحب تضيفي حاجة دكتورة مروة.
او الشباب يعني الموضوع ده بالذات بيبقى محتاج internal medicine، يعني بيبقى فيه orientation اكتر للبطنة العامة ومشاكلها وزي نديل with the patient ازول يعني كل السيستم بتاعته. وطبعا خبره الناس اللي بيدخلوا فعلا العيانات وينزلوا زي حضرتك كده بيشوفوا الحاجات دي في الطوارئ بنستفيد منها يعني. ربنا يكرم حضرتك. الله يخليك يا دكتور عمر. الشباب لو تحبوا تسالوا في اي حاجه يا جماعه. لو سمحت يا دكتور احمد. اتفضلي. لو في حاله فيها بانسيتوبينيا وماشيه ماس سندروم، لازم اعمل بون مارو اسبيريشن ولا ببدا علاج على طول عشان استبعد الاذر كوزس يعني اوف سيتوبينيا؟ والله احنا لو في ماس بنعالجها على الكلينيكال يعني، ما بننتظرش. لو قدرت تاخد بون مارو ماشي، بس انا ببدا تريتمنت على طول يعني. لو انا متوقع ان في ماس ببدا على طول، ما فيش مشكله. تمام ماشي. هو كان في ناس بتجاوب في بالرسائل يعني على موضوع الاكمو وعلى موضوع البرونكوجرام، بس انا ما كنتش بلحق افتح بقى يعني. شكرا للناس اللي تجاوبوا معانا يعني. طيب في اي سؤال تاني؟ عموما كده ان شاء الله تمام. بشكركم على ان انتم استحملتوني، واسف للاطاله، وكل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله. شكرا لحضورك يا دكتوره مروه، ونلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم. ان شاء الله. مع السلامه.